لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ صديق حسن خان رحمه الله في حسن الأسوة: باب ما ورد في إحرام النساء. عن ابن عمر قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم. الحديث: وفيه: ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. أخرجه البخاري. القفاز شيء يعمل اليدين، يحشى بقطن، وتكون له أزرار يزرر بها على الساعدين من البرد، تلبسه المرأة في يديها. نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب. النقاب هو ما يفصل على قدر الوجه، مثل البرقع، ويعني كل ما تشده المرأة على وجهها لتغطية الوجه خاصا به. فهذا الحديث يدل على مشروعية النقاب لغير المحرمة، خلافا لمن يزعم زورا وبهتانا أن النقاب لا أصل له في الدين، أو أنه ليس بواجب ولا مستحب أصلا، وإنما هو عادة من العادات. مفهوم المخالفة للحديث أن غير المحرمة تنتقب وتلبس القفازين، وإن لم يكن دليلا على الوجوب أو الاستحباب، لكن يدل على المشروعية. فمشروع أن تلبس المرأة النقاب والقفازين. ما تصنع المرأة التي تستر وجهها في إحرامها إذا أرادت أن لا تكشف الوجه؟ أكثر العلماء يقولون أن إحرام المرأة في وجهها ويديها، وأنها يلزم أن تكشفهما في الإحرام. والصحيح أنه لا يلزم الكشف، بل يجوز أن تغطي المرأة المحرمة وجهها بالسدل، بأن تسدل تغطي من فوق رأسها جانبا من الخمار على وجهها أو جزءا منه، بحيث لا تغطي الوجه بما هو مفصل على قدره. ويجوز أن تدخل يديها في كميها فتستر يديها بذلك. ولو صنعت للإحرام شيئا فضفاضا واسعا، ويعني خمارا واسعا تغطي بأحد طبقاته وجهها دون أن يكون مفصلا على قدر الوجه أو قدر اليد، فلا تمنع من ذلك. والحديث الآخر هو: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحرامهن عن القفازين والنقاب. ده في البخاري أيضا. وما مس الورس والزعفران من الثياب. الطيب إن كان طيبا خفيفا، ومع ذلك لا تلبسه المرأة، لا تلبس المرأة ما مسه الطيب من الثياب. بعض الناس بيطيب الثياب نفسها ويظن أن ذلك مشروع. السنة أن يتطيب المحرم قبل الإحرام، من أراد الإحرام فليتطيب يعني، ولكن في بدنه وليس في ثوبه. فالثياب التي مسها الطيب يجب أن تغسل،
ولا يجوز أن يلبسها ولا أن يستمر على لبسها. أما الطيب في البدن فيستمر في البدن، ولو سال دون يعني تعمد إسالة حتى وصل إلى أجزاء أخرى من البدن كمن تطيب في الرأس فنزل على الوجه لم يكن ذلك تطيبا محرما، فالأحاديث الواردة في ذلك ثابتة في أنه كانت يسيل الطيب على وجهها فلا تغسل شيئا من ذلك. والمرأة مأمورة بطيب خفيف لا يظهر إلا لمن اقترب منها جدا كزميلتها أو تجد هي في نفسها، لا أنها إذا مرت تشم رائحة الطيب من مسافة، فإن هذا داخل في المنع من التبرج. قال: ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من الثياب من معصفر، ثياب المعصفرة المصبوغة بالعصفر، وده دليل على جواز الألوان للمحرمة وبالأولى غير المحرمة، لأن البعض بيعمل علامات غلط كده على نقابات علشان ايه؟ عشان ملونة، او يعملوا مثلا عشان لو هي عملت الطرحة بيج والنقاب بني يقولوا لها انت كده ترتكب محرم، لا هذا ليس بمحرم. وطبعا المستحب انها تلبس ما لا يعني يكون يعني زينة بأي طريقة، لكن الثياب الظاهرة من الزينة الظاهرة أصلا، بل هو تفسير ابن مسعود رضي الله عنه: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، قال الثياب الظاهرة. فالثياب نفسها أصلا هي إيه؟ زينة. المال العلماء اللي قالوا لا يكون شرط الحجاب أن لا يكون زينة في نفسه، إن هو يكون شيء ملفت للنظر، يعني شيء زي كده بالظبط الترتر بتاع عروسة الايه الفستان من العروسة اللي هو في نفسه بيلمع جامد جدا وملفت للنظر، الفستان اللي مليان ترتر ده ما ينفعش الواحدة تمشي بيه، تلبسه العروس تلبسه وسط النساء. قال: ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من الثياب من معصفر أو خز، خز اللي هو الحرير، وبعضهم بيقول الكتان أيضا يسمى كذلك، أو حلي. يبقى المرأة المحرمة لا تمنع من الحلي، لا تخلع الحلي، أو سراويل. امسكوا الحديث ده عشان الناس اللي بيقولوا إيه إن البنطلون للمرأة تشبه بالرجال. حديث هو نص في البخاري أن المرأة تلبس ما شاءت من سراويل، ها؟ في أبي داود، بس هو لا هو موجود في البخاري اللي هو رفزة السراويل ده في البخاري. السراويل إذا كانت ضيقة تظهر حجم عظامها لم تجز إلا أن تكون فوقها ما يسترها، وأما إذا كانت واسعة، واسعة زي جيب بنطلون زي بتاعت الصيادين بنطلاتها، طب ما تنكروا عليها علشان احنا عشان في ناس مش عارفة العادة، مش هي اللي تفسد منها الحلال والحرام. يعني النساء الباكستانيات مثلا بيلبسوا حاجة مغطية الفخذين وبيلبسوا تحت ذلك سراويل واسعة، المشكلة عندهم انه بينوا رجليهم، لكن اذا غطت قدميها والسراويل دي كانت طويلة او لبست خف او لبست جورب فلا ينكر عليها. كن هنا بقى ان العادة مخالفة، هذا لا يجعل الأمر محرما. و...
والبعض حتى يمنعها انها تلبس السراويل في البيت. هي المشكله في السراويل الموجوده في زماننا بالنسبه للنساء الضيق، لان بعضها لا يجوز ان تلبسه امام اولادها، الذي يجسم العوره المغلظه احيانا، يجسم الارداف ويجسم الفرج نفسه احيانا، ويجسم الفخذ تجسيما تاما. لو كان لونه زي اللون البيج لون الجلد كده يبقى كأنها مش لابسه حاجه. فمثل هذا هو الذي يمنع حتى مع الاولاد والمحارم، يبقى لازم يكون بنطلون يكون واسع، وليس انه عشان مش عاده الاخوات في بلد ما يبقى مستنكر. لكن احنا بنتكلم على المشكله اللي موجوده، نمنع الحاجه اللي الشرع نهى عنها. هل سد الذرائع معتبر في ذلك؟ نقول ليس معتبرا، لان اي حاجه ممكن تتطور. احنا الحدود اللي عندنا في الشرع هي حدود التي بينها الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس ان احنا نخترع حدود بعدها ونقول عشان ما نوصلش الحدود. خلي الحدود زي ما هي، الحدود اللي ربنا شرعها، وبعد ذلك اول ما يتم التجاوز ننهى عن ذلك وليس قبله، وليس اننا نمنع من المباح حتى لا يتطور الناس. احنا عندنا في ناس بتقول مثلا انه لابد ان لا تظهر المرأة نهائيا، يعني لازم تكون في ستارة. لسه الاخوة متخانقين في حتة علشان الدرس اللي من غير ستارة مثلا. الدرس هل الناس تقولك ايه؟ سد الذريعة، عشان لو كشفنا الستارة هتبدا علاقه تتكون. احنا نقول خلي الامر ضابطه، اذا لم تتكون، اذا لم تحدث فتنه، اذا لم تتكون علاقه، اذا لم تنظر المراه الى الرجل بشهوه، اذا لم تكن النساء مستترات، يبقى احنا مش هنمنع، مش هنحط حاجه احنا اللي اخترعناها نجعلها هي الحد الشرعي من باب سد الذريعه. التوسع في سد الذرائع ليس هاديا للنبي عليه الصلاة والسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم استعمل سد الذريعة في أشياء يسيرة محدودة، وعلقها بما تؤدي إليه، وليس إن المجتمعات والعادات والتقاليد بتاعت الناس تصبح هي الحدود الشرعية من باب سد الذرائع. سد الذرائع ليس متفقا عليه بين العلماء، ليست قاعدة مضطردة، ونحن نقول بها إذا كانت تؤدي إلى محرمات، ولكن ليس أننا نمنع ما أحل الله وأباحه الرسول صلى الله عليه وسلم من باب سد الذرائع. يعني نمنع البنطلون الواسع علشان يمكن يبقى ضيق، عشان ممكن يتحول، هنقول الممنوع هو الايه؟ الضيق. لا، لازم يكون حاجه مغطيه ما لا يمكن مهما اتسع ان هو يستر. عموما احنا بنتكلم على ان هو يكون ساترا، لكن معظم المنطلونات لو مش فيها حاجه تستر منطقه العجز هتظهر شيء من التفصيل. على عموم لو هم اخترعوا بنطلون واسع يغطي العجز تماما، منطقه الارداف واعلى الفخذ، ولا يظهر منه شيء، يبقى جائز. قال: أو قميص أو خف. أخرجه أبو داود. القميص اللي هو الدرع، اللي هو شيء له فتحة راس وكمين. الفستان اسمه هيكون قميصا أو خف. المرأة لا يلزمها ما يلزم الرجل في المخيط، في نزع المخيط. المخيط طبعا احنا عارفين يعني ايه المخيط، مش اللي فيه خيوط يعني، ولا اللي متخيط. المقصود به ما فصل على قدر الاعضاء، عشان الناس بتبقى متعقده جامد في الموضوع ده في الاحرام. يعني يجوز ان انا البس ده كرداء زي ما هو، احطه على كتفي بالعرض،
لو انا ما لقيتش احط القميص ده ما البسوش احطه على كتفي يبقى ده اصبح رداء، مش ان هو متخيط ولا مش متخيط. في ناس مثلا احرام يعني تحتاج ان احرام يكون واسع عن الموجود في السوق فيقوموا يزودوا له في حته يخيطوها، لا مانع من ذلك. المشكله مش في في الخياطه، المشكله في ان هو فصل على كم ولا على رجل ولا على راس. عشان كده الناس اللي بتلبس الرداء وتدبسهم كباسين هم مشكلتهم فاكرين ان المشكله في الايه، في الخيط او والدبابيس اللي بتعمل له فتحه من هنا عشان ما يقعش وفتحه تانية من الجنب كده يبقى كم، بقى فتحه راس، يبقى لا يجوز ذلك. عشان كده الرداء اللي هو الجزء الفوقاني ما ينفعش يتدبس لا بدبابيس ولا بكباسين. والإزار للحاجة إلى ذلك، وهو مش هيتغير عن صفته لو حط دبوس، لكن لو هو عمل له رجلين الإزار يبقى يمنع. ده بالنسبة للرجال. يعني إيه؟ يعني هياخد دبوس من هنا كده من تحت رجله ويقفل عليه، يبقى عمل له فتحة رجل، والناحية التانية يبقى عمل له فتحة رجل. يبقى كده هذا الإزار للرجال لا يجوز. لكن لو هو ازار زي ما هو وبعد ما لفه حط دبوس فوق اي، ده مش هيغير صفته، هيخليه ازار زي ما هو. وبعضهم بيعمل مثلا لاصق عشان الازار يبقى، او حزام، كل ده جائز لانه مغيرش صفة الازار. الازار هيفضل مفتوح من الرجلين. وفي رواية عن عائشة أنه صلى الله عليه وسلم رخص للنساء في الخفين، ده دليل على أن الرجل لا يلبس الخفين. فالجزم اللبود لا يجوز أن يلبسها الرجل، يجوز أن تلبسها المرأة. وجمهور العلماء على أن الجزمة اللي هي تحت الكعب صحيح لكن مغطية كل الرجل يجعلونها مثل الخف المقطوع، لا تجوز إلا إذا لم يجد النعلين اللذين لا يغطيان معظم القدم. يعني يسموه سبوه ولا يسموه ايه؟ سبوه. السبوه ده اللي هو مغطي الرجل كلها وبعدين في مقفول من تحت او ابزين او حتى لو شيء مرتفع. الجمهور يقول لا يمنع، الجمهور يقول يمنع، لابد انه يكون النعل كاشف اجزاء من القدم. شبشب ابو صابع او من غير صابع، او شبشب اللي احنا بنلبسه ده الجلد اللي مفتوح بصابع من قدام ومن ورا ما فيهوش حاجه، هو ده الذي يلبسه الرجل. لكن النساء رخص لهن في الخفين. وعن عروه قالت كانت اسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه تلبس المعصفرات وهي محرمة ليس فيها زعفران، أخرجه مالك، إسناده صحيح. المعصفر زي ما قلنا مسبوب بالعصفر، العصفر ده عارفين انتوا العصفر يتحط في الليمون، هو ده نبت العصفر اللي لونه أحمر ايه، نبيتي كده محمر شوية، قصدي في صفرة شوية ويعني يميل الى الاحمر غامق، وده المعصفر. والزعفران ده لونه بيسموه ايه بقى، فوشيا. لون الزعفران لون خاص كده، هو عطر، ولكن الرجال ينهون عن المعصفر والمزعفر اصلا في الاحرام وغير الاحرام، لكن يجوز للمرأة أن تلبس ذلك بشرط أن لا يكون فيها عطر. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، تغطي كده، فإذا جاوزونا كشفناه، أخرجه أبو داود. وهذا ضعف الشيخ الألباني ولكن صححه غير واحد.
أو حسنوا. وعن فاطمة بنت المنذر قالت كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات مع أسماء بنت أبي بكر أخرجه مالك. وده المقصود، تخمرها بالجلباب وبالخمار. الخمار ده أصلا معمول لتغطية الرأس، فلما تروح جاية عاملاه بإيدها مثلا أو بالسدل، بأنها تجيب طبق طبق من الطرحة وتنزله على وشها، فلا يكون مخصصا للإيه؟ للوجه. والحديث الأولاني ده دليل على أن المرأة إذا لم يكن هناك رجال يلزمها كشف وجهها، وده الظاهر، أنه بمجرد ما الرجالة يسيبوهم يعملوا إيه؟ يكشفوا الوجه، إذا جاوزونا كشفناه، يلزمها. وده قول الجمهور أصلا في إحرامها، ولكن إحنا بنجوز ستر الوجه عند الحاجة، يجوز على فكرة، من ضمن الأدلة. لو كان واجبا لأمر به النبي عليه الصلاة والسلام الخثعمية، لأمرها بالسدل. وعن عائشة قالت أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند إحرامه ثم طاف في نسائه، يعني قبل إحرامه، ثم أصبح محرما ينضح طيبا، رواه الشيخاني. الطيب في البدن لا يلزم إزالته قبل الإحرام، بل يسن أن يحرم أن يتطيب قبل الإحرام ثم يحرم، والطيب له يعني ما زال موجودا. وعنها قالت كنا نخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة فنضمد جباهنا بالمسك المطيب. التضميد ده يعني يحطه كده عند الإحرام، فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينهانا، أخرجه أبو داود. ده عشان كده قلنا إن انتقال الطيب بنفسه للمحرم من جزء من جسده، من رأسه مثلا أو جبهته إلى باقي وجهه، لا يمنع من ذلك. إذا أصاب الثياب يلزمه غسلها، إذا أصاب الثياب ما لا يظهر رائحته في الثوب فلا يمنع. الرسول نهى أن يلبس ثوب مسه ورس أو زعفران، عموما الطيب زي الورس والزعفران. معنى نضمد نلطخ، والمسك نوع معروف من الطيب. وعن ابن عباس قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم. هذا قول ابن عباس وله تأويلات، محرم يعني في الحرم، وإلا فالحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، ولا المحرم ولا المحرمة، لا يجوز الخطبة ولا يجوز عقد الزواج ولا يجوز البناء وهو محرم، لأن البناء مقصود الجماع، والجماع محرم بالكتاب والسنة والإجماع. فالنكاح عقد الزواج لا يجوز للمحرم ولا للمحرمة. تلك مرة كده واحدة حاضت وهي بتطوف، كانت لسه بنت صغيرة، وبعدين كسفت تقول لهم، كملت الطواف والسعي وتحللت، وبعد سنة كتب كتابها، وقع ذلك باطلا، متجوزتش ودخلت وخلفت وهي لسه محرمة على إحرامها الأولاني شرعا. يعني هي مش فاكرة كده، هي طبعا فسد ذلك بالجماع، ولكن يلزم من أفسد إحرامه بالجماع أن يستمر في إحرامه الفاسد حتى يتحلل، وعليه أن يعيد الحج إن كان حجا من قبل، والعمر عليه أن يعيدها، وعليه في الحج بدنا وفي العمرة شهر،
عشان كده الحكم ده حكم مهم جدا. والست اللي انا قلت لكم عليها دي قلنا لها زواجك باطل وجوزها ده ما يقرب لهاش لغايه ما تروح تعمل عمره تانية، وبعدين يجددوا العقد بعد ذلك لانها وقع العقد ايه باطلا. كل ده علشان ايه؟ عشان طافت وهي على غير طهاره. والطواف والبيت صلاه، واذا صلت المحرمه اذا صلت المراه وهي حائض بطل صلاتها بالاجماع، فكذلك الطواف. ولا عبره بكلام شيخ الاسلام ابن تيميه الذي يقول انها ان الحائض تستثفر وتطوف بالبيت، فإنه مخالف للنص والإجماع قبله. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. طب الطيارة، طب البتاع يلزمهم الانتظار، يروح يغيرهم. طب حجز الفندق ده من ضمن نفقات الحج، لو ما فيش إلا أنها تقعد في الساحات اللي بره، تقعد في الساحات اللي بره لو ما عندهاش سكن، لازم تستنى، ولازم محرمها يستناها، ولو محرمها ما استناهاش يأثم هو وهي تستنى لغاية ما تطهر حتى تطوف بالبيت طاهرة ثم تذهب ترجع إلى بلدها. ودلوقتي الأمر بقاش فيه زي زمان إن هتمشي في صحراء وحدها هتضيع هتتوه هتهلك، يبقى عشان كده بقى مضطرة. وعلى فكرة هنقول لها تروح وترجع تاني عشان تطوف بالايه بالبيت طاهرة. لسه وانا جاي بيسألوني ان واحدة جاية من بلد بعيدة من امريكا، وبعدين اول ما وصلت وهي احرمت بالعمرة وحاضت، هتعمل ايه؟ خلاص تروح تقضي مشاورها في الرياض في جدة في اي حاجة وترجع تاني بعد ما تطهر عشان تطوف بالايه بالبيت وتسعى بين الصفا والمروة وهي طاهرة. طبعا السعي لا يلزم له الطهارة، يعني لو حاضت بعد ما تخلصت السبع اشواط يبقى خلاص تسعى. لا لا مفيش كده، ده الرسول صلى الله عليه وسلم قال للسيدة عائشة لما حاضت. هي السيدة عائشة حاضت امتى؟ صفية دي حاضت بعد ما طافت، بعد طافت طواف الإفاضة، ما قالهاش كده، قال لها صفية رضي الله عنها حاضت بعد ما طافت وسعت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يوم النفر وهو ماشي، قالوا له صفية حاضت، فقال عقرى حلقة أحابستنا هي؟ أحابسة هتحبسنا علشان نستناها لغاية ما تطهر؟ فقالوا انها قد افاضت يوم النحر، لطاف الطواف الافاضه فاضل لها بس طواف الايه الوداع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انفروا اذن، طواف الوداع يسقط عن الحائط والنفساء، لكن ما يسقطش طواف الافاضه. طواف الافاضه ده ركن، والرسول صلى الله عليه وسلم قال احابستنا هي؟ ده دليل انها ايه، انك هتحبسهم لو كانش طاف الطواف الايه. الحديث ده فيه فوائد عظيمة جدا، وليس فيه أن افعلي كل شيء غير أن لا تقرأ القرآن، لا، الحديث ده أصلا ما فيش كده. إن الصحيح أن الحائض يجوز أن تقرأ القرآن من ذاكرتها أو من كتب التفسير حتى لا تمس المصحف، لأنه لا يمس القرآن لا يمس المصحف إلا طاهر، طاهر من الحدث الأصغر والأكبر. يجب أن يكون الإنسان متوضئا حين يمس المصحف. الحائض والجنب والنفساء لا يجوز أن يمسوا المصحف. ما تأخذوش بالفتاوى البطلة المخالفة للكلام ده. النساء إيه؟ ما هي ده فتوى ابن تيميه البطله اللي قلنا عليها، ان المراه تستثفر يعني تلبس حفاض وتطوف وهي غير طاهره، بنقول خلاف النص. الرسول صلى الله عليه وسلم قال غير، قال لعائشه، عائشه رضي الله عنها حاضت امتى؟ حاضت يوم اربعه، لان هي كانت احرمت بعمره وعايزه جت تطوف للعمره حاضت، فظلت على حيضتها
لغاية يوم 8. يوم 8 لقيت الناس بيروح حج فجعلت تبكي، فظنت ان الحج هيروح عليها عشان هتقف عرفة ازاي وهي مش عارفة تتحلل من العمرة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اتركي العمرة واحرمي بالحج، يبقى كده اتركي اعمال العمرة وإلا احرامها هيظل باقي، واحرمي بالحج. احرمت بالحج يوم 8 زي ما الناس ما بتحرم، واصبحت قارنة ادخلت الحج على العمرة وطهرت يوم النحر، فطافت وسعت لعمرتها وحجتها. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم طوافك وسعيك أجزأك عن حجك وعمرتك. فأرادت يوم 13 إنها يرجع الناس بنسكين، وأرجع بنسك هي أصلا جاية عايزة تعمل عمرة مستقلة وحج مستقل، تضوف مرتين وتسعى مرتين. الرسول قال لها إن أنت بقيتي قارنة، وإن الطواف والسعي اللي أنت عملتيهم يوم العيد بعد ما طهرت يوم النحر أجزأك عن الحج وعمرة. قالت يرجع الناس بنسكين وأرجع بنسك واحد، مصرة انها ايه ان طالما ان ما طفتش مرتين وسعت مرتين كأن ده هيبقى نسك واحد. الرسول قال لها لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان سهلا، طالما ليس هناك مانع. فقال يا عبد الرحمن اخوها يا عبد الرحمن عمرها من التنعيم، وطاف معها وسعى معها. الظاهر انه اعتمر ايضا عبد الرحمن، طبعا فيها فوائد كثيرة. اما انها تستثفر يعني تشد خرقة على فرجها وتروح جاية ربطها بخرقة تانية في النص عشان الدم ما ينزلش، فهذا إنما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة وليس الحائض، وهي المستحاضة التي ينزل الدم عليها بصفة مستمرة فوق 15 يوما هي طاهرة، إلا فترة حيضتها الأيام بتاعة الحيض هتعدها، وبعد ما تنتهي حتى لو الدم ما انقطعش بتغتسل وتصبح حائض في الصلاة والطواف والصيام وإتيان زوجها لها. كل الأحكام دي هي في أحكام الحائض حتى مع وجود الدم، لأن الدم تجاوز 15 يوم بقت مستحاضة، لها أحكام الطاهرات وهي طاهر شرعا، فما فيش استثفار أصلا. الكلام ده ابن تيمية أتى به بغير دليل، وبيقول عشان هي مضطرة هتهلك، مفيش هلاك في زماننا، حتى بالفتوى بتاميها رغم انها بطلة الا انها مش منطبقة على زماننا. النهاردة هتغير الطيران بس، اي واحدة يعني ان شاء الله كانت ست كبيرة جدا هتعرف توصل. فمسألة انه محرمها يلزمه ان يحبس معها. قول لها الرسول صلى الله عليه وسلم اللي قال، ازاي نجرؤ ان احنا نقول ابن تيمية غلطان؟ هنقول الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي قال لها، اللي الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها غير ان لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. ولما زوجته التانية اللي هي صفية حاضت وكان فاكر انها ما طفتش طواف الافاضة، فقال احابستنا هي، هتحبسنا معها. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام كان معاه 140 الف كان هيستنى علشان زوجته صفية ايه ما طفش طواف الإفاضة على ظنه. فلما قالوا له إنها قد أفاضت يوم النحر، طفت طواف الإفاضة يوم النحر، وإنما الباقي عليها طواف الوداع، فبين أن طواف الوداع يسقط عن الحائض. ما قال لهاش برضو تستفر وتطوف طواف الوداع علشان طواف الوداع واجب، لا يسقط عن الحائض والنفساء، ولا يلزمها أن تعيد شيئا ولا أن تطوف وهي مستثفرة. الحائض لا تصلي ولا تطوف ولا تمس المصحف. اللي ياخد بفتوى بخلاف كده، حد أنا بقول له أنت عارفين احنا بنعيد بشيخ الإسلام ابن تيمية قد إيه ومنزلته عندنا في الفقه والعلم والعقيدة، لكن لما يقول كلام مخالف للنص والإجماع قبله يبقى لابد أن يرد. قال يبقى إذن حديث ابن عباس ده تزوج ميمونة وهو محرم، إما أنه هو بمعنى في الحرم وهو قد تحلل وقد يعني حل، لأن ميمونة صاحبة القصة هي التي قالت أنها تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهما حلال.
لكن تزوج ميمونة وهو محرم، إما هنخطئ ابن عباس بكلام ميمونة، وإما نجمع بينهما ونقول إن هو محرم يعني داخل في أرض الحرام. تأويل فيه تعسف شوية، بس أحسن من إيه بنقول ابن عباس غلطان أو نقول ابن عباس غلطان. قال زاد البخاري في أخر في عمرة القضاء وبنى بها وهي حلال وماتت بسرف. سرف دي مكان جوازها وهي ماتت فيه سبحان الله. هي خالة ابن عباس رضي الله عنه، ميمونة هي خالة ابن عباس رضي الله عنه. تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء. فبيقول هو ان الحرام هو البناء، لكن العقد يجوز، ده مذهب ابن عباس. الصحيح ان لا. قال ابو داود قال ابن مسيب وهم ابن عباس في تزويج ميمونة وهو محرم. يبقى من اول ابن التابعين وهما بيخطئوا ابن عباس رضي الله عنه. ليه؟ علشان ميمونة اللي قالت صاحبة القصة. وفي اخرى للنسائي تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم ولم يذكر ميمونة. وعن ابي رافع قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال وبنى بها وهو حلال وكنت أنا الرسول بينهما. رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرجه الترمذي، حديث صحيح. قال بنى الرجل بزوجته دخل بها. قال الجوهري لا يقال بنى بها بل بنى عليها، بل يقال بنى بها. وعن ميمونة قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان بسرف، أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجة والبيهقي. يبقى ده اللفظ الصريح الواضح أن ميمونة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي حلال، وعند مسلم تزوجها وهو حلال، هي بتقول ونحن حلالان. قال الراوي وهو يزيد بن الأصم وكانت خالتي وخالة ابن عباس. وزاد الترمذي وبنى بها حلالا وماتت بسرف ودفناها في الظلة التي بني بها فيها. يعني في المكان المظلل اللي بني بها فيها هي ماتت في نفس المكان رضي الله عنه. سرف بوزن كتف جبل بطريق المدينة. وعن سليمان بن يسار قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا رافع مولاه ورجلا من الأنصار فزوجاه ميمونة بنت الحارث ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة قبل أن يخرج، أخرجه مالك. مرسل، أخرجه مالك مرسلا. وعن عثمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم، يعني لا يتزوج، ولا ينكح يعني لا يزوج. يعني لو أبوها قال له وهم محرمين وهو محرم زوجتك ابنتي بزوج، ده باطل مهما استوفى الشروط الأخرى، ولي وشهود وكل حاجة. طالما أبوها كان محرم، طالما الولي كان محرم، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكح ولا يخطب. يبقى المحرمة لا تخطب ولا يخطب المحرم ولا يتكلمون في أمر الزواج. الحديث لا ينكح المحرم ولا ينكح، لا ينكح هو، لا ينكح يزوج. طب لو كان وكيل لا يجوز، يقع الزواج باطلا. ولا يخطب، أخرجه ستة إلا البخاري، وأخرجه مسلم رواه مالك ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، حديث صحيح. وعن نافع قال قال ابن عمر لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب على نفسه ولا على غيره، رواه مالك بإسناد على شرط الشيخين، انه عن مالك عن نافع عن ابن عمر. قلت وعن ابي غطفان المري
أن أباه طريفا تزوج امرأة وهو محرم، فرد عمر نكاحه. أخرجهما مالك. مالك إسناده صحيح أيضا. قلت أحاديث النكاح وهو حلال أرجح من حديث ابن عباس، وعلى فرض صحته ومطابقته للواقع فلا يعارض الأحاديث المصرحة بالنهي، بل يكون هذا خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. دي طريقة الشوكاني بقى اللي الشيخ تابع له فيها، اللي بيقول ان فعل النبي عليه الصلاة والسلام المخالف لقوله يحمل على الخصوصية، وأبى جماهير العلماء هذه الطريقة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أفعاله يستن بها كأقواله، وهذا ليس كافيا في الخصوصية. لذلك الحديث في الصحيحين والعلماء بيضعفوه، لا هم مصححينه للي قالوا بس بيغلطوا اللي قالوا، يعني بالتأكيد ان ابن عباس قال كده، بس المشكلة ان ابن عباس توهم، او ان قصده وهو محرم يعني ايه في الحرم. قال: ومذهب اهل الحجاز ومختارهم عدم جواز النكاح والانكاح، ومختار اهل العراق جوازهما. قال: في الحجة البالغة، ولا يخفى عليك ان الاخذ بالاحتياط افضل، لا نقبل ذلك. قال ابن عبد البر: المنع هو المعتمد. يعني بنقول الصحيح اللي أخذوا بحديث ابن عباس دول الحنفية، ولكن الجمع بين الأحاديث أو الترجيح الصحيح هو المقدم. يبقى الجمع بينهما مش بالخصوصية، بل الجمع بينهما بأن محرم يعني في الأرض الحرام. والترجيح لو تم الترجيح فصاحبة القصة أعلم، وقد ثبت أنها قالت ونحن حلالان. أهم ضمن اللي اتحبسوا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، عشان مين؟ عشان أسماء بنت عميس. ولدت فين؟ في ذو الحليفة، يعني ولدت يوم 25 ذو القعدة. يبقى فضل قاعد مستنيها لغاية 40 يوم، لغاية ما ايه؟ ما طهرت من النفاس. قال: باب ما ورد في المرأة النفاس. مزيل العرق نوعين، في نوع له ريحة طيب لا يجوز بعد أن تحرم المرأة، وفي نوع آخر ليست له رائحة. في الحياة عموما مزيل العرق ريحته من الرائحة الضعيفة التي لا يجدها إلا من التصق بالمرأة أو كان قريبا منها، لكن إذا كانت تفوح رائحته، لو افترضنا ان مزيل عرق ريحته بتبان من مسافة مترين ثلاثة، فهذا يدخل في النهي، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا تعطرت المرأة فمرت بالمجلس ليجد ريحها فهي كذا وكذا، يعني زانية. زنا الجوارح مش زنا الفرج. عن باب ما ورد في المرأة النفساء والحائض كيف تحرم. قال: عن عائشة ان اسماء بنت عميس أسماء بنت عميس نفست يعني ولدت، فأصبحت نفساء. نفست بمحمد ابن أبي بكر بالشجرة اللي في ذي الحليفة. كان في شجرة زمان طبعا اتشالت قطعا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يأمرها أن تغتسل وتهل. أخرجه مسلم وأبو داود. يجوز أن تحرم الحائض والنفساء. الإحرام لا يشترط فيه الطهارة، مع ذلك اغتسلت للنظافة، وهذا يدل على أن
من لا ينتفع بالغسل أو لا بأن يغتسل. يستحب الاغتسال عند الإحرام، وإن لم يستطع فليتوضأ، ولا يلزم ذلك. وقد اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه، تجرد النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه واغتسل. وهذا يدلنا لو بقي مدة في ذي الحليفة كما بقي النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة بعد ظهر يوم السبت. في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة أربعا وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين. احنا عارفين أن عرفة كان يوم جمعة، مش كده؟ لما نيجي نرجع كده نلاقي أن الجمعة كانت يوم 24 أو 25 لو كان الشهر كامل، كان يبقى يوم 2، واللي بقى اللي قبلها يوم 25 أو لو كان الشهر كامل ذي القعدة احنا مش عارفين بالظبط، أو يوم 24 لو مش كامل. والرسول صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بذي الحليفة إيه؟ صلى الظهر بالمدينة أربعا، يبقى ما كانتش جمعة، يبقى الرسول ما خرجش يوم الجمعة، يبقى بالتأكيد الرسول خرج يوم الإيه؟ السبت. ماشي كده؟ ولكنه أحرم يوم الأحد، يعني الرسول صلى العصر بذي الحليفة ركعتين قصر وفضل بيها لغاية الظهر تاني يوم، فعشان كده اغتسل. طب الناس دلوقتي بتحرم من ذي الحليفة وتمشي، صلي ركعتين وتمشي، يبقى يجزيها غسل الإحرام المستحب وهم بالمدينة. يعني اللي عايز يغتسل بالمدينة، وده للنساء أفضل عشان ما تتجردش في يعني في مكان ذي الحليفة، مع إن أسماء اغتسلت تجردت بالتأكيد. ده دليل على إن أحاديث أيما امرأة خلعت ثيابها في غير بيت زوجها المقصود بها في الحمام حيث تنكشف عورتها لغيرها من النساء أو الرجال، وليس أنها ممنوعة مطلقا من خلع ثيابها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، أشهد أن لا إله إلا الله، لفاطمة بنت قيس: اعتدي عند ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده. عشان البعض بيتشددوا جامد جدا في هذه المسألة، لو راحت في مكان ويعني صديقتها مثلا تزورها في بلد آخر وطهرت من حيضتها تغتسل في المكان اللي فيه، العبرة بستر العورة. نفست ونفست ونفست إذا ولدت. عن أسماء بنت عميس أنها ولدت محمد بن أبي بكر بالبيداء، ذكر مثله، أخرجهما مالك النسائي. أنا بتعجب أن امرأة مجح خرجت من المدينة، يعني إيه مجح؟ في الشهر التاسع وخلاص هتولد، وحجت مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وخرجت وهي إيه؟ وهي في الشهر التاسع، وبيمشوا مشي بقى الله أعلم بيه. سفر صعب جدا. عندنا ان المراه الحامل اللي هي عندها 9 شهور دي بتقعد ما بتتحركش. اشهد ان محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبحمد رسوله والاسلام دينا، اللهم صل على محمد وعلى اله كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد.
قال في رواية مالك بذي الحليفة، البيداء هي الصحراء المتسعة لذي الحليفة، اسمها ذي الحليفة واسمها البيداء واسمها الوادي العقيق، اسمها المشهور دلوقتي عندنا أبيار علي، ملهاش علاقة بسيدنا علي بن أبي طالب. أبيار علي ده واحد سلطان نوبي أظن، حفر أبيار عشان الناس تجد مياها للوضوء والغسل في ذي الحليفة، كانش فيه. قال وفي رواية مالك بذي الحليفة فأمرها أبو بكر أن تغتسل ثم تهل. يبقى طبعا أبو بكر أمرها عن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. زاد النسائي في أخرى ثم تهل بالحج وتصنع ما يصنع الناس إلا أنها لا تطوف بالبيت. ده تأكيد تاني هو إن النفساء تستنى لغاية ما تطهر ولا تطوف بالبيت، يبقى الحائض أولى، النفساء بتقعد 40 يوم. قال وذلك في حجة الوداع. وفي أخرى له أرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع، فقال اغتسلي واستثفري ثم أهلي. واستثفرت الحائض إذا شدت على فرجها خرقة وعلقت طرفيها إلى شيء مشدود في وسطها من مقدمها ومؤخرها، مأخوذ من سفر الدابة وهو ما يكون تحت ذنبها. المقصود بذلك أن تقلل نزول الدم خارج يعني الخرقة عشان ما تفضلش تبقى ماشية عمالة تنقط دم نجس. فأمرها عشان أنا قلت أن الاستثفار أمرها بالمستحاضة، دي اللي هي بالاستثفار عشان تصلي، ولكن هنا بالاستثفار من غير ما تصلي ولا تطوف، أن الحديث قال غير أن لا تطوف بالبيت إلا أنها لا تطوف البيت. قال عن ابن عمر قال في المرأة الحائض، الحائضة التي تهل بالحج أو بالعمرة، أنها تهل بحجها أو عمرتها إذا أرادت، ولكن لا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة. ليه الصفا والمروة؟ مع أن احنا بنقول إذا حاضت بعد الطواف سعت. السعي بين الصفا والمروة لا يشترط فيه الطهارة، ولكن أراد ابن عمر أن يبين لها أن السعي لا يصح مفردا عن طواف، يعني ما ينفعش أنها تسعى لوحدها إذا لم تكن طافت قبل هذا السعي. من شروط السعي أن يكون يسبقه طواف صحيح، ولو جهل فسعى قبل أن يطوف صح، فلا بد أن يقترن السعي والطواف. طيب هنقولها. قال ولكن لا تطوف البيت ولا بين الصفا والمروة. طب دلوقتي الصفا والمروة صارت داخل المسجد، والمرأة لا يجوز لها أن تدخل المسجد، فبنقول المرأة يجوز أن تمر بالمسجد، تستثفر وتمر وهي في سعيها بمنزلة المرة، وذلك أن الله قال ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسل. وأما في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وكل الأزمنة السابقة اللي تألفت فيها كل كتب الفقه قبل التوسعة السعودية الأولى اللي ضمت الصفا والمروة لأول مرة دخلتها جوه المسجد، لكن كان الاصل ان الصفا والمروه بره الايه المسجد، بس عشان ما ينفعش تسعى الا بعد طواف. وعشان كده السيده عائشه رضي الله عنها رغم ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها فافعلي كل شيء غير ان لا تطوفي البيت حتى تطهري، ما ساعدش بالصفا والمروه. لماذا؟ لان السعي لابد ان يسبقه طواف، وسعت امتى؟ يوم النحر بعد ان طهرت. قال وتشهد المناسك كلها مع الناس، يبقى تقف بعرفة تنزل بمزدلفة تبقى أيام منا، كل ده ترمي الجمار. قال ولا تقرب المسجد حتى تطهر، أخرجه مالك. موقوف على ابن عمر صحيح، وابن عمر
هذا الكلام لا يقال من قبل الرأي، وده بنقول هي ولا تقرب المسجد، يبقى ما ينفعش تخش المسجد وهي حائض وهي نفساء. وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النفساء والحائض إذا أتتا على الميقات تغتسلان وتحرمان وتقضيان المناسك كلها غير الطواف بالبيت، غير الطواف بالبيت. أخرجه أبو داود والترمذي، صححه الشيخ الألباني لشواهده. قلت المسألة أن الحائض تفعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف بالبيت، غير أنها لا تطوف طواف القدوم ولا وكذا طواف الوداع بالبيت. يعني هذا من ما يفعل الحاج ولكن لا تفعله الايه الحائض والنفساء، وانه في الحقيقة هو داخل فيك في قوله غير أن لا تطوف بالبيت، يبقى لا تطوف بالبيت لا طواف إفاضة ولا طواف وداع ولا طواف قدوم ولا طواف عمرة، لا تطوف بالبيت حتى تطهر. ليه؟ هنا جت تفعل كل شيء الا الطواف، هنا يبان حتى السعي. احنا قلنا ابن عمر قال السعي ده من باب من لوازم السعي ان يسبقه طواف، فهو زود لها عشان يوضح لها، مش ان الرسول صلى الله عليه وسلم اذن لها ان تسعى سعيا منفردا. احنا اشترطنا علشان ينفع الحائض تسعى ان يكون جالها الحيض امتى؟ بعد ما خلصت الطواف تروح تسعى بعديه. روى البخاري ومسلم ابو داود والنسائي عن عائشة رضي الله عنها قالت قدمت مكة وانا حائض ولم اطف بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال افعلي ما يفعل الحاج غير ان لا تطوف بالبيت. باب ما ورد في حك الجسد للمحرم عن علقمة ابن ابي علقمة عن امه انها سمعت عائشة تسأل عن المحرم هل يحك جسده، يهرش يعني، قالت نعم فليحكه او ليشده، ثم قالت لو ربطت يداي ولم أجد إلا رجلي لحككت بها. عايزة تبين إن ده مش من ضمن محظورات الإحرام. يقول لك طب ممكن يوقع شعر، لما يشد الشعر، وده الحكة نفسها ما توقعش الشعر إلا الشعر الواقع. موقوف على عائشة إسناده جيد. كل قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.